모구마 꽃이 피었습니다. 지구 리믹스. ازيك يا شباب؟ عامل ايه؟ برد وحش جدا يا جدعان. طبعا يا جماعه انا ما حبيتش اقطع فيديوهات اكتر من كده الصراحه، بس ده سبب انقطاعي والله. برد مدمرني يا جماعه، مش حابب اطول عليك اكتر من كده بعد شفت الانترو الجامده دي. بس قبل ما نبدا حابب اعرفكم على ضيف جديد هنشوفوه لاول مره في القناه، واتمنى ان احنا ما نشوفوش تاني، هو انا. بس وانا عندي برد، اتمنى ان انا ما يجريش برد تاني، لان دي اكتر حاجه ممكن تدمر يوتيوبر في الحياه. انت عايز اعمل سلسله ادوبي بريمير وهاجلها بسبب صوتي ده. المهم يعني تعالوا نتكلم على اللعبه شويه. ولعبه النهارده رشحها لي ناس كتير جدا، هي لعبه كراب جيم. اللعبه دي صممها يوتيوبر اسمه داني، وعشان عارف ان في ناس كتير هتسأل، لا مش داني الشبح اللي احنا نعرفه، داني تاني يوتيوبر كده بيصمم العاب. فاللعبه دي عجبتني يعني، وعشان كده هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن لو حد عايز يخش يدعمه ويعمل سبسكرايب، عشان شخص بحب اساعد اليوتيوبرز يعني وكده. طبعا يا جماعه مش محتاج اقول لكم ان انا بهزر، داني ده من اليوتيوبرز الكبار جدا اللي صمموا العاب كتير جدا. فانت لو بتشوفنا داني او بتسمع عني يعني، سمعت عني في يوم من الايام، فانا ذكرتك بالخير والله العظيم، ادعمني بقى بالله عليك. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تتنمرش على صوتي بالله عليك، وهضطر دلوقتي اخد اكتر خطوه بكرهها في الفتره دي كل سنه. كاسين هو انها تقل من الصفر للشفر. وباختصار كده لعبه كراب جيم دي شبه المسلسل الشهير سكويد جيم او لعبه الحبار اللي اتشهر وكان ترند الفتره اللي فاتت دي كلها، بس بطريقه فاني بقى وجرافيكس منعدمه حرفيا، بتشتغل على اي جهاز. وهو ده اللي عجبني في اللعبه دي، ان هدفها ان تخلي كل الناس تلعبها وانها تضحك الناس. وبما ان الروم بتستحمل لحد 40 شخص، فقررت ان انا اجمع حبه من المتابعين من خلال بوست عملته عندي في القناه وعلى البيج بتاعت الفيسبوك. قلت لكم فيه اللي عايز يخش يلعب معايا يخش جوه سيرفر الديسكورد نلعب كلنا سوا. بصراحه في ناس كتير قوي دخلت وعملنا تحديات جامده، وكان التحدي ان اللي هيكسب اكتر عدد جيمات من اول ما نبدا تصوير هو اللي هيتحط اسمه اول واحد. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل، لان في حاجات جامده جدا ما توقعناش وجلتشات جامده حصلت وانا بصور الفيديو. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لسه ما عملتوش، سبسكرايب للقناه لسه ما اشتركتوش، تدعوا لي بالشفا لو لسه ما دعتوش. يلا بينا نبدا. انا عارف ده اللي هلبس انسبسكرايب والله العظيم. يا جماعه كنت حابب اقول لكم حاجه مهمه كمان. اقول لك انه انت حاجه، يلا بينا نخش على الفيديو. يلا انت عشان مديريتور يلا افتح يلا. طابور طابور بالعرض يا بابا، في ناس مخبيه هنا. ايه يلا في ايه؟ انت مين يا؟ طابور جنب اهو. انزل بقى افتح يلا. بص يا جدعان طابور خش للجنب. اقف هنا بتقوله. اوكي هلا بتقول يا ابني اقف، مش مهم مش مهم يا اختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عمال تتنطط من الصبح زي الأرجوز. وعمال اشرح عمال اشرح وانت قبال وده بني الكرون. انت مالي تكلمني؟ انت عمال تتنطط زي الأرجوز لحد ما روشتني. اتلم وسيبني اقول الكلمتين عشان نبدا ام الفيديو ده. ايه يلا؟ ايه يلا؟ انت مش حد لمك يلا؟ مش حد لمك؟ مش حد لمك؟ انت هنا؟ انت ايه؟ انت على بعضك كده جني؟ عارف جني؟ اقف هنا يا جني. انا معاك انك تقدر تسكيب الاعلان ده، بس نصيحه مني ليك، اعلان فيديو النهارده حاجه تهم كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو. يلا بينا نبدا. مين فينا ما بيهتمش بالسكيورتي بتاعت بياناته وان حاجته دايما تفضل متشفره بعيدا عن اي خرسانه او هاكرز او اي حد ياخد بياناته؟ او مين فينا كان نفسه يحمل لعبه او يجرب برنامج بس للاسف الحاجه دي مش متاحه لبلده؟ وعشان كده بنيجي بسبونسر فيديو النهارده هو اي توب في بي ان. واي توب في بي ان من احد احسن برامج الفي بي ان الموجودين حاليا. وقبل ما اكلمكم عن البرنامج حابب اقول لكم باختصار كده يعني ايه في بي ان. والفي بي ان ده باختصار هو اداه بتسمح لك انت تغير الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعك، بمعنى اصح بتغير عنوان الشبكه بتاعتك لاي دوله انت بتختارها، وده بيسمح لك ان انت تحمل برامج او تشترك في خدمات مش متاحه في دولتك اصلا، وبيحمي بياناتك لو دخلت اي موقع مش موثوق. بعد ما عرفنا عن في بي ان، تعالوا بينا نتكلم عن اي توب في بي ان ذات نفسه وايه الحاجات المميزه فيه. من مميزات البرنامج ده انه بيديك اكتر من 1800 سيرفر تقدر تتنقل ما بينهم في اي منطقه انت حاببها، متقسمه بين سيرفرات تقدر تستخدمها سوشيال عادي لو انت هتستخدم فيسبوك او ماسنجر او تويتر او غيرهم، ولا عايز بقى تخش على
الجيمنج والستريمنج والحاجات القويه اللي محتاجه سرعه عاليه جدا وستيبل في نفس الوقت. واللي لاحظته ان جزء الجيمنج هتلاقي فيه تقريبا كل الالعاب الاونلاين اللي انت بتلعبها. مش كده وبس، بل من اكتر الحاجات اللي عجبتني في البرنامج هو انه كاستمايزبل قوي، تقدر ان انت تتحكم في حاجات كتير قوي جواه، زي انك تقدر تخلي الفي بي ان ده ما يشتغلش مع كل البرامج اللي على تليفونك. يعني لو محتاج الفي بي ان ده في برنامج واحد بس او في كل البرامج ما عدا برنامج واحد، اقدر اعمل كل ده من جوه البرنامج، ودي حاجه جميله الصراحه مش موجوده في في بي انز كتيرة. وبيسمح لك كمان تختار النتورك بروتوكول اللي انت عايزها. هل انت محتاج اقصى سرعه ولا محتاج اكتر سيرفر ستيبل ومستقر ما يعلاش وينزل معاك، ولا محتاج اكتر سكيورتي؟ وان اهم حاجه بالنسبه لك انك تحافظ على البيانات بتاعتك. طبعا مش محتاج اقول ان البرنامج بيدعم لغات كتير زي العربي والانجليزي والصيني والروسي ولغات كتير جدا. طبعا البرنامج ده موجود على اندرويد واي او اس وويندوز وماك بوك كمان، وفي منه النسخه المجانيه والنسخه المدفوعه. وعشان تعرفوا كده بسرعه الفرق بين النسختين، هو ان في النسخه المجانيه هيديك عدد معين بس من السيرفرات. طبعا في سيرفرات في اي بي بتكون اسرع بكتير، بس انا شايف الصراحه النسخه الفري مش وحشه خالص في السرعه بعد ما جربتها على شويه العاب زي ببجي وفورتنايت وغيرهم، وهيسمح لك برده بعدد معين من الجيجات تقدر تستخدمهم في اليوم. اما طبعا في النسخه الفي اي بي مش هيبقى فيه ليميت خالص لطموحاتك، اي حاجه انت عايزها هتلاقيها جوه البرنامج. ففكره انك تلاقي في بي ان ستيبل يديك سرعه عاليه ومستقره في نفس الوقت ومجاني من غير ما اروح احمل اي حاجه فيها كراك او كده، دي معادله صعبه جدا مش اي حد ممكن يعملها. وبس كده، يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. هنبدا اهو. سبحانه. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ انا جمعتكم النهارده عشان خاطر نكسر الدنيا في اللعبه دي. زي ما احنا عارفين المجتمع توكسيك في اللعبه دي، فاحنا نحاول نبين للناس. يا حيوان بقول لسه المجتمع توكسيك، وعايزين نبين للناس ان احنا محترمين، عايزين نبين للناس ان احنا محترمين ومؤدبين ومفيش حد بيتكلم غيري، وعندي برد هلعلكم في البتاع. يلا بينا. احمد صالح عامل ايه؟ مشترك في القناه يا اسطى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يلا من هنا، يلا من هنا. ايه ده؟ انت قاعد بتضرب واحد من متابعينك قدامنا؟ لا يا جدعان. ايوه انا اسمي محمد ومن اسكندريه. يا اسطى انا داخل من اسكندريه. طب ما تيجي في بق احسن، خش في عيني. ما تروحش السن يا عم. سن ايه يا عم؟ اجري يا عم. اسمك ايه؟ ما قلتش اسمك. اما عندك احمد اشرف من اسكندريه. انت مش عايز اعرف. قول بس يا عبده، قول يلا اسمك ايه؟ عبدو. يلا اطلع على بره، اطلع على. انا قلت مش عايز اسمع منك حاجه يا حبيبي، انت ما قلتش اسمك. يلا اتبقى اتنين. بوتشر. بوتشر الحرام اللي سرق اسمي. قول يا بوتشر. انت الواحد تمام. يلا اللي بعده. لا اللي بعده. يا بودي عامل ايه؟ تضربوني ليه يا جدعان؟ انتوا ليه بتتنمروا عليا كده؟ جدعان اللعبه نزيه، مش عايز لعبه خنزير، عايزكم تحبوا بعض جوه الجيم، عايزكوا تحبوا بعض جوه الجيم. صانه؟ صانه حب يا طارق. يا سلام، اقولها كده على اللعبه النزيه. انا عايز حب، عايز اشوف حب بس. اللعبه نزيه حب. لعبه نزيه وايه؟ حب. اهم حاجه. الله الله عليك. ده اول واحد ماسك الدنيا، مفيش اجمل من كده. الله عليك يا ابني، انا عضلات يا ابني، انا جامد يا ابني. ولا فين حقيقه ولا جي تي اي ولا لعبه عبيطه. فرج عليا طهري. استنى بقى نشوفه هيعمل ايه. الله. اللي بعده احمد صالح. اللي بعده كده فاضل اربعه. يا ترى الاربعه هم اللي اتبقوا؟ ايه واحد الحمد لله احسن. عايش في كده فضل اربعه. شكلي وحش جدا. يا ده ربنا معاك يا رجاله، ربنا معاك. ماله ده؟ ما نطش على قلبي. اسمه نط يا عم كده، صعب علينا اكتر. انت عارف 30 ثانيه ونخسر كلنا. يلا يا رجاله نطوا يا رجاله. الله الله يا ابني الله. هم غالبا كده كلهم هيموتوا، غالبا كلهم ماتوا. نو بلاير ليفت. عاش عاش. نخش على الجيم اللي بعده. يا رجاله ينفع كده اول ما اخش اموت؟ الظاهر انت اصلا انت ولا فالح في جي تي اي ولا فاتح يا حبيبي. خلاص سمعتها مره، حرام عليك. في الفيلم الشفتيه اللي حضرته ده كان حاجه فوق ما كان حاطط عليكم. اوعى بوشك يابا، اوعى بوشك. حط قناتك برضه عبد الله. بص يا رجاله، الجيم ده لازم نحترم بعض فيه عشان نعدي كلنا. انا شايفك يا طارق واحترمك احترام. بص يعني عمرك شفت. تعالى ارحموني بس، ارحموني شويه يا ابني. ارحمني يا ابني، التاج راح مني. ليه مش عايزه؟ ليه؟ بحبه والله، بحب ابقى مصفر. هجيبك. مش هجيبك؟ تاخد مني التاج هعوض. ايه ده؟ روح يا طاهر. ميت يا طاهر ولا انت تحتيا اهو؟ طاهر عوض. موت يا طاهر.
انت ارحموني بقى ارحموني بقى يا ابني ارحمني بقى اديني تاج. انا معايا تاج معايا تاج معايا تاج خلاص انا راجل جامد. خد التاج مني حد ياخد التاج مني انا كده كسبان. ادوله تاج ادوله تاج عشان نكسب ادوله تاج عشان نكمل الجيم. يا نهار اسود على دمي يا نهار اسود على دمي. لا 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 ما دم ماش دم ماش دم ماش دم يا ابني ما عنديش دم. انا 26 ارحمني بقى ارحمني بقى يا طاهر بقى مش عاوز اعلم عليك قدام. الله الله كده بقى 6 يلا بينا. لا معايا مطوى اغنى غزاله طاهر يا ده ارحمني يا ارحمك ده انت يا لا وده انا ارحمك رحمه يا ابني ارحمني بقى هموت يا ابني بقى يا ابني حبيب قلبي. اوه لا حرام والله العظيم انا جاي هنا عشان اخسر والله العظيم جاي هنا عشان اخسر انا ونفجع معايا يلا بينا. مش هتجيبني يا اسطى مش هتجيبني هيفرقع 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 كان هيجيبني على فكره. ابو حميد عاوز كده ابعد انت عايز ايه طيب تعالى بقول لي انت عايز ايه. شك الدبوس شك الدبوس يا عم لا لا يا جدعان ادينا 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 يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى طن طن شفت شكه سي يو ليتر هيفرقع اي فرقع اهرب 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 يا احمد اهرب يا احمد والله توبه جامد يا احمد والله توبه جامد يا احمد. امك وحياة امك وحياة امك لا يا احمد لا يا احمد يا احمد وحياة امك يا احمد. الله خد في حالك يا احمد الله الله صحيح صحيح يا باشا مش انت اللي بتكسب هو المفروض اكسب كله لا اكتر واحد هيكسب اكتر واحد هيكسب مش كتير يا اسطى اكتر واحد هيكسب بقى ده انا اللي كسبت هسألني السؤال ده يا جدعان انا عمال بخسر اهو هكسب ازاي يا اسطى انا عمري ما كسبت يا اسطى ما تقلقش انا عمري ما كسبت سيبني في حالي صح واقف فوق حاجه بص محدش عارف جدا طارق انت بتعمل ايه فوق طارق ما طارق ما تزقنيش عطار انت مؤذي على فكرة تعال 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 يا روش تعال لا ليه اللي ضربنا يا جدعان تتنفس ليه الله الله ايه ده عبد بلاير ده اللي بيه عبد بلاير تعال تعال يا عم هيفرقع هيفرقع والله زي ما هيفرقع انا اللي اكسب انا اللي اكسب على ان شاء الله تعال تعال يا عبد الله ما تزعلش نفسك جا من اللعيبه انا كنت هضربك اطلعك بره جا بعدين جا بعدين بس دخلت خلاص انا وانت حدان اه يا باشا اه يا باشا يا الله هنشوف الار تي اكس هيعمل شغله ولا زي اللي ايه ده ايه ده ايه ده هي هي يا نهار اسود هخسر 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 يا لا 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 بالله عليكم الله 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 ايه ده ايه ده ايه ده يا جدعان اخر ثانيه ثانيه اها 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 انت ازاي رميت عليه مش عارف والله ما تسالنيش ازاي جامده جامد تعالى يلا يلا انا وانت ماشي انا وانت يلا بينا ليه يا اسطى انت عاوز تكون شكلك وخلاص خلاص اللي عند الباب اللي عند موتهم موتهم عند الباب لا موتهم موتوا بعض يا حبيبي موتوا بعض هو ايه اللي بقى انتوا جيت تلعبوا ولا جيت يا اسطى تعالى جنبي تعالى جنبي تعالى جنبي تعالى انا ماشي انا موت ليه يا اسطى ايه ده ايه ده ايه المدعكه دي ولا استر يا رب ايه
فاضل وقت كتير، فاضل وقت كتير. مين ده؟ يا جدعان نزير 3 2 1. الحمد لله 8 بلايرز. ليه احنا كنا كام واحد؟ عايش يا جدعان كنا 10. ايه ده 2 بس اللي ماتوا؟ حظك وحش قوي. بس ده جمدان كده، جيم ده جامد، جيم ده حياة وموت يا باشا. الجدعان كله على طهر يا جدعان. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ طهر غلبان والله. بتتير. ايه يا عبد بلاير عامل ايه؟ وحشني الله يستر. نور اخويا. لا ليه 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 يا جدعان؟ مين اللي معاكم بلا؟ كنزير، دور على كلمة كنزير هتلاقيه. يا عم ده غلبان يا عم، واقف ما بيعملش حاجة. يا نهار اسود يا اسطى، بتاعكم بلا مع حداد حبيب قلبي. عامل ايه؟ نور الله اسطى. طالع يموت. لا الحقوني. اتزحلق هتمشي اسرع من السي. يا طالع والنبي. عايش خمس. ايه ده ايه ده؟ ولد 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 يا ولد ولد. دي استراتيجية انا اخترعتها اسمها ايه؟ اجري ورا اللي بيضربك. يا ابني يا ابني ارحمني. يختي بوظ لي الاستراتيجية، بوظ لي الاستراتيجية. اوه الازاز. ما انا يا انت يلا خش. لو ده هيثبت لك انك ايه. لا والله العظيم جامد والمصعب جامد. A few moments later. ما فيش اي لطعك يا جدعان، انا ميت والله العظيم. انا بفكر اجيب الفيس كام دي هنا. ايه رايك بهنا كده وانا بلعب؟ لحظة بس بتأكد يا حبيبي، ما انا حابب اعمل حاجة والله. الحمد لله انفجرتش. طاهر ابعد طاهر. تعالى 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 اقول لك كلمة. طاهر ابعد طاهر. اقول لك كلمة بس. تعالى فيهم. عاش. انا وانت بس. انا وانت. هبعتك. تمام يلا بينا. تعال تعال. ياد مبسوط. عايزك مبسوط سعيد كده. الله الله. بس 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 اشكال معايا اشكال معايا. انا جامد انا جامد فترة كده. دي فترة جوايا ان انا جامد. ايه 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 روح انت صاهر صاهر صاهر. على المره اللي فاتت اللي انا هختار انا هختار بحكمه. ماشي نختاروا يمين ولا شمال؟ اللي على اليمين يجي يمين ولا على الشمال يجي شمال؟ بسرعه. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. يمين يمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. الله شكرا رجاله. شكرا رجاله. شكرا ليكم بجد والله. اللي بعده اهل اليمين ولا الشمال؟ لا حد يروح على انا جوه. طب ما تنط. 20 ثانية هنخسر كلنا والله. الله هو غالبا الدنيا كلها شمال. يبقى غبي قوي غبي قوي يعني. 2 شمال اكيد. خش يمين. احاول يا خش شمال. ايوه الله عليك الله عليك. يا نهار اسود على حظك والله العظيم. حظك وحش. يخرب بيتك يخرب بيت حظك. انا بفكر اخنزر عليهم الجامده. انا كده افرع العرسه ويا خرب بيت. لو مت هزعلك. انا بقول لك اهو يا عم ابتدينا. في انفجار. في ناس بتنفجر. في ناس بتنفجر. يلا يا ريت تلف. مين زقاني؟ والله لو زقتني يا صاحبي والله. طاهر دايما ما تزقش حد يا طاهر. طاهر هو باشا بعد
انا شاهد، انا شفت ضربه بالزقه. انا عملتش حاجه يا عم، انا عملتش حاجه والله. بالله عليك يا اسطى، علفك في كل حاجه قيمه عندي. الله الله، ده علمنا ايه؟ انا بعلمكم حكايه، ده علمنا ان انت لما تبقى خنزير هتلقى الخنزره برضه. فاش فاش على كده، ما تعملوش كده، صاحب مبادئ يعني، لازم يبقى عندك مبدا كده، انت بتعلم اجيال. بس تقوم كده طيب يا عم، يا عم احسن. عايش 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 يا ابني، عايش. خمسة أربعة ثلاثة اتنين. يا دين أمي، يا دين أمي على حظك، يا دين أمي على حظ. يخرب بيت حظك، يخرب بيت حظك حبيبي. احنا مع بعض يا اخي، كنت هكسب، كنت هكسب. نايس. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop. الاثنين هزقوا بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ثلاثة مع بعض. عايش. عايش. اوعى شوف، اوعى وشك. زي ما ماتش، ما اظنش انه مات. ولا مات على طول. مات يا جدعان والله، اتعملت معايا كتير معلش. والله وحياة ربنا اتفتلت منها. طب بالراحة بالراحة بالراحة، سيبوني سيبوني اختار انا، سيبوني اختار انا، ما عادش يخنزر. اه قدامك الله، قدام قدام. هنط لك بس. اوعى تخبطني، اوعى تخبطني، اوعى تخبطني، اوعى تخبطني. محدش يجي يا جدعان عشان ممكن اوقف. اوعى تخبطني لو خبطتني. اوعى على خليك خليك خليك. انا ابو اللي يلعبها معاك. لا لا بالله عليك، بالله عليك، بالله بالله لا. ما فيش، ما فضلش ان انا، ما فضلش ان انا وانت. لا لا والله ما جبتش بالعكس. والله عايز. ايه ده؟ ايه ده؟ انا سبكتيت ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا طلعت جوه بره الماب. يا جدعان ايه ده؟ يا جدعان قلت لي في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا دين ام ايه ده؟ جيم اوفر. بص بص انا، بص بس ازاي ده؟ انا طلعت بره الجيم وعبده طلع خالص بره؟ والله ظلم. طب بالراحه، طب بالراحه اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. الله ما كسبش بارادته تمام؟ فهو برده كسبان تمام؟ حق الله. الله يا باشا. Cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby let the light shine through. كسب كسب. Let the light shine through. For you, for you, for you, for you. Yeah. كسب تاني، كسب تاني. Yes. نايس يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة. أربعة أربعة. إيه ده؟ الجيم الجاي هيبقى آخر جيم، اللي هيكسبه هياخد تلات نقط مرة واحدة. أنا بجهز لكم من دلوقتي. خلاص بقى. لا رجالة، اللي هيكسب الجيم ده بتلات نقط اخر مرة. طب ده مش عدل. طيب لا، ما هو ده مش عدل، ده تحدي. اصل هم لو جابوا تلات نقط مش هيجيبوك برضه على فكرة، هيجيبوا تعادل. هيتبقى كده جيم 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 بعدها. خلاص بكسب ولا لا؟ دور البيع على ما بيجريش
طب بعد انا كده ولعت التحدي، اللي هيكسب الجيم ده حرفيا هياخد 3 نقط. ايه ده؟ ايه ده؟ ما بقاش غيره مستر جيمز ماكس. يا ترى هيكسب ولا لا؟ هي فرقة، كان هي فرقة يا جدعان، المنظم كان هي فرقة، المفروض كان هي فرقة. وبكده التحدي بقى بين مستر جيمز ماكس و XMA3X. وطبعا عشان اولع التحدي جاتلي فكرة صايعة جدا، وهو اني اخلي بقية كل اللاعبين يحاولوا يموتوهم هما الاثنين عشان نصعب التحدي. تعالوا بينا نشوف كل واحد يعمل ايه. كده اللي كسب بص بقى مستر جيمز، انتوا الاثنين انتوا الاثنين هتتنافسوا مع بعض. اسمع بس، اكيد اللي كسبان هيتحط حوالين جون بقى كده، وهيبقى انا عاوز هجوم بقلوب زرقاء وحمراء وخضر كل حاجه. لا ده كده انت داخل ملاهي يا حبيبي. انتوا بتتنافسوا دلوقتي على الاول والثاني، كلنا هنخزر عليكم انتوا الاثنين، واللي هيعيش فيكم انتوا الاثنين هو اللي هيكمل. ولا حد 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 ماشي، هنخزر عليهم هما الاثنين بس، محدش يضرب حد ثاني. يلا بينا. هو ايه ده انت بتكمل كده؟ بتكلم كده كده مثلا. يا ابني ما تضربوش بعض، ما تضربوش بعض. انا بقى خايف يا ابني. انت خايف من ايه يا ابني؟ انت مش معاهم يا ابني، احنا اللي هنموته. على فكره تلاقيهم فوق، هتلاقيهم فوق النصابين، تلاقيهم فوق. ايه ده ما تضرب؟ اهو ليت سيبني ده مستر جيمز، مستر جيمز يا حبيبي. يلا بينا يلا بينا، لسه كل جيم هنخنزر عليهم، كل جيم ايا كان. براحتك، عايز تتفق معايا اتفق معايا، اتفقوا مع بعض براحتكوا، انا ماليش دعوه، انا قلت اللي عندي. اتفقوا مع انتوا الاثنين مع بعض يا ابني، ادوها لام ماكس وادوها للتاني، انتوا مش مهم. بتموت في الحب كده يا ترى، جيت حد النقطه الضغطه دي. ايوه انا بحبك يا عم، مش عاوزك امشي. تعال هنا اهو، هنا اهو يا جدعان، هنا اهو هنا اهو يا ربي. تعال 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 يا عم، ما تقلقش انا بحبك يا اسطى، 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 انت بتهتني وانا بحبك. اهو فين جيمز ماكس التاني؟ فوق اهو، ورا ورا. ايه ده يا ابن اللعيبه؟ انا قلت عليك بارد من الاول، ما صدقتنيش. منك لله يا شيخ، منك لله. غدر بليز ماكس، هو مش ماكس ده ولا يا جدعان؟ لا جيمز ماكس، بس جيمز ماكس وثاني. يا نصاب يا نصاب، معلش يا محمد، معلش. بص يا جيمز، خلينا ما تضربنيش يا مستر جيمز، يا جيمز انا وانت تيم يا اسطى. يا جيمز ما تضربنيش، ما تضربنيش يا جدعان، اضربوا جيمز ماكس بس، اضربوا اضربوا. طيب ولا انا الضرب تحت من غير ما اعمل حاجه؟ لا لا، ده اللي الفنزرة حلوة تطلع الذئب البشرية اللي جواها. لا يا جدعان ما يطلعوش، ما يطلعوش، ما تضربنيش يا صلاح، ما تضربنيش يا عم، ما تضربنيش، ما خدش بالك، ما خدش بالك يا عم، انتوا تضربونا من غير ما نعمل حاجة. يا مستر جيمز يا ابن اللعيبة، انا مسكت فوق يا مستر جيمز على طول. يا ده انا ولا خلي بالك بقى يا احمد. جبنا جبنا بس، توقفوا ضيق. يسرح حياة امك. لا انا هديك بنيه دلوقتي، انا مش عارف اشوف اللي طارق بعته في الشات، انت كمان انا معوق. حدي حدي تعدي تعدي ليفل الوحش. اوه جيمز ماكس عدى صح؟ طيب احمد مالكش مكان بيننا مثلا جيمز. لا خلينا نخسره، هو خلينا نخسره تتصفى على يا جامد يا جامد جامد والله. حد يا رب، انا بقى هنتك، انت اللي بتقتل ولا دي تاج يا جدعان؟ لا دي التاج، يا رب يكون التاج معايا. مستر جيم ايجو يا جدعان، انتوا في ايه؟ ما تيجو الو يلا بينا. اه ايوه ايوه جيمز ماكس، جيمز ماكس مستر جيمز، مستر جيمز اشيل هنا، انا مسكت اكتر.
ايوه اطلعوا اطلعوا ايوه ايوه عاد واحد دلوقتي ياخدوا مني يا لو يخسروا ماما الاثنين يبقى جامد ما ظلش خلاص تعال 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 هو اللي كافي الله تعالى هو اللي كافي انا اللي كافي انا اللي كافي عاش 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 والله العظيم والله العظيم استحق يا جماعه ماكس هو اللي كسب وماكس هو اللي استحق الدعم 100% في حاجه بسيطه بس نسيت اقول لكم عليها هو ان اكس ام اس 3 اكس ما طلعش عنده قناه اصلا عشان ادعمها ما تشتمنيش انا والله هو اللي قال لي بعد ما خلصنا الفيديو وشكرا